لسه متواصلين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، واولى فقرات حلقه الاهلي الليله النهارده، واللي في الحقيقه هنستضيف فيها ضيف هام جدا جدا، وهنستفاد منه في بعض الجوانب التاريخيه، واكثر تحديدا فيما يخص مباريات النادي الاهلي والزمالك على مدار التاريخ سابقا. وفي الحقيقه هو كاتب صحفي كبير جدا جدا، استاذ سعيد وهبه. برحب بحضرتك. شكرا. اخبارك حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام. اشكرك. يعني مباراة الأهلي والزمالك أكيد ده مباراة مهمة مش هنتكلم عليها غير مع نهاية فقرتنا النهاردة في حلقة الأهلي دي، لكن في البداية عايزين نتكلم عن الجوانب التاريخية الخاصة بمباريات النادي الأهلي والزمالك في السابق. إيه أبرز هذه الجوانب وأبرز هذه المحاور اللي ممكن نتكلم فيها النهاردة؟ ممكن نتكلم عن عن الروح الرياضية كويس بين الناديين، قطبين الكرة المصرية اللي صنعوا فعلا الرياضة الكرة المصرية. بدون واحد فيهم ما ينفعش يبقى فيه كورة، ودي مقولة طبعا. مقولات الأقدمين يعني من التيتش لصالح سليم اللي فيما بعد يعني. تمام. طبعا الاثنين صنعوا تاريخ الكرة المصرية، الاثنين لقاءاتهم دايما مهرجان رياضي كبير جدا. الاثنين في مواقف معينه يعني مروا بمنحنيات معينه في طبيعه التنافس بتبقى أكيد. قويه جدا وشديده جدا، لكن دايما كان على مر التاريخ بيبقى في سقف للمنافسه او سقف للتنافس، بحيث ان هو ما بيخرجش دايما عن الروح الرياضيه. وده الأهم. ده ليه؟ لان كان في دايما رموز في الناديين بيحرصوا على تكريس قيمه الروح الرياضيه، ما بينسوش دايما ان في حاجه اسمها روح رياضيه. لذلك كان على مر تاريخ الاهلي والزمالك كان نجوم الفرقتين دائما اصدقاء، رغم المنافسه الشرسه في الملعب وسعي كل فريق، وده سعي مشروع ان هو يكسب فريق الاخر، لكن كان دايما في صداقات بين نجوم الفريقين في كل حقبه من الحقب. تمام. من الثلاثينات، من العشرينات والثلاثينات، لما بدات الكره تاخد شعبيه كبيره وبدا الفرقتين يمثلوا قطبين كبار، كان دايما في صداقات بين نجوم الفريقين. فده ممكن ممكن يكون محور من المحاور، ان العلاقات الجيده والطيبه اللي ربطت بين الفرقتين الكبار او الناديين الكبار كان رموزها او كان نجومها هم رموز الكره المصريه. في مطبات او منحنيات او في محطات مهمه جدا حصل فيها مشاكل. تمام. يعني حصل في الخمسينات وحصل في سنة 71 المباراة الشهيرة بتاعت الأهلي والزمالك اللي أوقفت الدوري سنة. تمام. طيب هنتكلم بشكل أكثر استفاضة عن كل الجوانب التاريخية الخاصة بمباريات النادي الأهلي ونادي الزمالك على مدار تاريخ مباريات القمة، وهذه البطولة الخاصة بكل تأكيد مباراة أهلي والزمالك تبقى بطولة خاصة. هنستفيد في الحوار مع أستاذنا الكبير أستاذ سعيد وهبة، لكن بعد الفاصل. مستمرين مع حضراتكم بعد الفاصل، ولسه بينورنا في الاستوديو استاذ سعيد وهبه الكاتب الصحفي الكبير، وبنتكلم عن تاريخ مواجهات القمه. وقبل الفاصل كان استاذ سعيد وهبه كان بيتكلم عن المنحنيات اللي مرت بها مباريات القمه على مدار التاريخ، سواء بعض المنحنيات الايجابيه او بعض المنحنيات السلبيه. بالتالي يا استاذ سعيد نبتدي بالمنحنيات السلبيه والمحاور السلبيه اللي مرت بها مباراه القمه بين النادي الاهلي ونادي الزمالك على مدار تاريخ مباريات الفريقين. انا عايز اقول ان المحطات دي كان دايما في كل خلاف في سقف. كويس. يعني في سقف قيمي وسقف اخلاقي، وكان الروح الرياضيه هي
اللي بتحكم الامور كويس. في النهايه ليه؟ لان كان في دايما حكماء وناس رياضيين ونبلاء وكده بيحافظوا على الهدف من الرياضه وهو الروح الرياضيه. تمام. يعني انا حضرت اهم واحده من اهم المحطات دي وهي مباراه الاهلي والزمالك، كانت اعتقد كان في نوفمبر او في ديسمبر 71. الكره كانت لسه راجعه بعد ايقاف، بعد ان توقفت بعد النكسه 67. بدا الموسم وحدد لمباراه الاهلي والزمالك كانت في نهايه السنه نوفمبر او ديسمبر، مش فاكر بالظبط، لكن ده كان ماتش مهم جدا. احتسب كابتن الديبه، كان حكم المباراه. الديبه ده كان لعيب في منتخب مصر زمان في الخمسينات، لاعب الاتحاد السكندري، لاعب الاتحاد السكندري، وكان واحد من يعني من النجوم اللي صنعوا اول او جابوا اول كاس افريقيه لمصر سنه 57. المهم الديبه ده كان حكم كويس جدا، كان اول مره تقريبا في تاريخ الكره المصريه تحسب ضربه جزاء على حارس مرمى. حصل في الماتش ده ان فاروق جعفر لعب ثرو باس لمهاجم الزمالك، فانفرد، كان يعني الكره بين مروان حارس مرمى الاهلي، مروان كان فاني طبعا، كابتن مروان كان فاني، وبين المهاجم ده، فطلع مروان يمسك الكره، كانت كره عاليه يعني عملت بند ونطت فوق فمسكها وهو نازل رفص كده رفصه في بطن هفتكر لك اسمه دلوقتي، تمام، ابراهيم الدسوقي، ابراهيم الدسوقي مهاجم نادي الزمالك في هذا التوقيت، في ذلك الوقت. فوقع ابراهيم الدسوقي ومسك بطنه وتلوى كده، الديبه صفر تيت، ضربه جزاء. الجمهور ما كانش شاف حاجه قبل كده على حكم، يعني ما شافش ضربه جزاء تحتسب بالطريقه دي ضد حكم، ولا بطريقه ثانيه، لان من النادي ضد حارس، قصدي حضرتك ايه؟ ضد حارس، ضد حارس مرمى، مش ضد حكم، تمام، ضد حارس مرمى. فتيك صفر، فطبق، فالجمهور هاج وجري، مروان راح للجمهور يعني يثير الجمهور يعني، ومسك الكوره وراه مش عايز يسنتر، حطها ورا ظهره مش عايز يدي فرصه للزمالك انه يلعب ضربه الجزاء، هي كان ضربه جزاء اتلعبت وسجلها فاروق جعفر، تمام، يعني احتست بعد لغط كبير جدا، فمروان بعد ضربه جزاء شال الكوره وحطها ورا ظهره وما رضيش يسنتر، قال لك الاساسه مش ضربه جزاء، وجري ناحيه الجمهور الدرجه الثالثه وشاور له، ومعاه كان الكابتن انور سلامه، تمام، واعتقد الكابتن فؤاد ابو غيده، فاثروا الجمهور، الجمهور قلب الدنيا وحدف طوب وكلام من ده وكسروا الكراسي. المهم الديبه انهى المباراه لان الناس نطت في الملعب، وحصل مشكله كبيره جدا وخسائر كبيره جدا. في خسائر بتتمثل في ايه يعني؟ كراسي اتكسرت وحصل شغب وحاجات زي كده. وضربه الجزاء دي كانت من اشهر ضربات في تاريخ الكره المصريه، يعني لمده سنين بعد كده بيتكلموا على الديبه وضربه الجزاء ومروان كان فين. لان ضربه الجزاء تسببت اولا في اعتزال مروان، اعتزاله ساب يعني بطل الكره بعديها، لان اتهم ان هو السبب في الكارثه اللي حصلت دي وايقاف الكوره وكلام من يعني النشاط الرياضي في مصر كره القدم بالتحديد اتوقفت بعد الحادثه دي اتوقف مرتين، مره بسبب الحرب ومره بسبب مروان. اتوقفت قد ايه بقى؟ اتوقف سنه موسم، يعني بعد ما رجعت بعد الحرب وقفت تاني على طول. في ذلك في هذا التوقيت مجلس اداره النادي الاهلي اجتمع، وكان صالح سليم مدير كوره، فاجتمعوا عشان يصدروا بيان ناري ضد الحكم، ضد الديبه، وان هو السبب وكلام من هذا القبيل يعني. واتحاد الكوره مجتمع وكده، فكابتن صالح رحمه الله عليه كان مدير كوره، فطلب ان هو يحضر الاجتماع. كويس. وحاسس بقى ان في ثوره جماهيريه وفي غضب جماهيري كبير جدا، ومجلس الاداره عايز يمتص هذا الغضب فلازم ياخد موقف. واذا بصالح سليم موقفه 180 درجه ضد مجلس الاداره.
ضد مجلس اداره وضد الجمهور. قصدي حضرتك مجلس اداره النادي الاهلي. النادي الاهلي اداره النادي الاهلي. النادي الاهلي الجمهور. قال لهم بس انا يعني اسمحوا لي قبل ما تاخدوا قرارات تاخدوا مواقف، انا مدير كوره وانا موجود في الملعب، وقبل ما نتهم الحكم ونتهم الناس لازم نحاسب انفسنا. طبعا سمعوا الكلام ده فاسقط في ايديهم ايه ده اللي بتقوله يا كابتن صالح، ايه ده اللي انا بقوله ده، انا باعتباري مدير كوره بستخدم صلاحياتي وسلطتي في ايقاف مروان 3 شهور وحرمانه من المرتب اللي كان بياخد مرتب ايامها شهري لانه كان مغترب. تمام. يعني كان فلسطيني كده. وايقافه 3 شهور مروان هو السبب في هذه الأزمة. هذا الشغب ليه؟ قال لك لان هو اعترض، ما رضيش يمسك الكوره وما رضيش يديها للفريق الاخر عشان يسنطر، او ما رضيش يديها للنادي الاهلي انه يسنطر يعني خلاص بعد الهدف، وراح استعد الجمهور على الحكم وعلى الديبه، وبالتالي ده موقف يجب ان ناخذ، لابد ان نكون اخلاقيين مع انفسنا. ده موقف للتاريخ ده من كابتن صالح طبعا. طبعا يعني كان ممكن حد اخر طبعا بدون قطع كلام حضرتك ان ممكن يكون مع الجمهور مباشره مع مجلس اداره مباشره، احنا لا احنا مش غلطانين احنا عندنا حق، لكن هو اعترف بخطا النادي الاهلي وبتحديد حارس النادي الاهلي في هذا التوقيت، وده اكيد موقف يحسب لشخصيه كبيره وعظيمه زي الكابتن صالح سليم. طبعا بص سهل جدا ان انت تعوم على عوم الجماهير، سهل جدا ان انت تمشي ورا الجمهور، مع كل الاحترام لكل الجمهور طبعا بيبقى حريص دايما على فريقه وعلى النادي الاهلي بكل تاكيد. سهل جدا ان انت تطرد الجمهور عشان تاخد شعبيه. صعب جدا يعني مثل هذه الشخصيه وهذه الشخصيات اللي هي ممكن تاخد موقف ضد جمهور. يقول لك انا مش همشي ورا الجمهور لو كان على خطا يعني. يعني ليس في كل الحالات الجمهور على صواب يعني. وليس في كل الحالات يعني الغالبيه، احيانا بيبقى الغالبية البشر كلهم مش دايما على صواب او على خطا دايما يعني كل واحد. فقال يعني انا ما يعني قال شهادته وقال ده موقف مبدئي، انا مش هنخالف ضميرنا، مش هخالف ضميري المسؤول، انا بخبرتي وبحكم كوني مدير كوره وبحكم وجودي في الملعب كشاهد تمام. اللي اثار المشكله دي كلها والفوضى دي كلها هو مروان. ليه؟ لان لما لعيب الكوره الجمهور بيبقى يعني بيبقى على شعره احيانا في الحاجات دي، مجرد ما يحس ان اللعيبه بيعترضوا على الحكم او بيستنجدوا بالجمهور فالجمهور بيهيج اكتر. جمهور الكوره وعاطفي، الجمهور مش في مصر بس، الجمهور في العالم كله جمهور الكوره بيبقى يعني عاطفي. فصالح سليم هنا وقف قدام التيار، وقف قدام يعني كلمة موقف اخر الغضب الغضب الكبير لجماهير الكوره والاعضاء مجلس الاداره، ودايما مجالس الادارات مش في الاهلي بقى يعني دايما مجالس الاداره بشكل عام بيستردوا الجمهور ويضحوا بحد في السكه، يا يعني اما يضحى بحكم يضحى بمدرب يضحى، بنشوف ده في انديه كثيره يعني في كل الانديه. نادرا ما توجد قياده رياضيه زي صالح سليم ده، ما يعني الكلام ده ما بيفرقش عنده حاجه خالص، اللي في دماغه بينفذه، اللي شايف ان هو صواب بينفذه بيدافع عنه لغايه اخر لحظه، وده شفناه ايام هيدوكوتي لما جاب هيدوكوتي، وانا حكيت لك الموقف ده قبل كده، كان بيتضرب بالطوب في اول موسم صح، وقال مش هنستغنى عنه وما خدش فرصته، وقف هو للطوب، الطوب نازل حواليه وهو حاطط ايديه في وسطه والناس بتشده، وبيقول للجمهور لا مش همشي اضربوني انا حاجه كده يعني. لا بس موقف الاهلي مباراه الاهلي والزمالك ان هو يعترف بخطا حارس النادي الاهلي طبعا كابتن مروان كان فاني في هذا التوقيت، يعني ده من ضمن يا جماعه المبادئ والقيم اللي بيمشي عليها النادي الاهلي حتى الان، واللي يعتبر اسسها شخصيات كتيره جدا على مدار تاريخ النادي الاهلي، بس مش كابتن صالح سليم فقط، لكن ان هو يعترف او الاعتراف عامه بالخطا، وان النادي الاهلي ممكن او لاعب النادي يكون اخطا، فالاهم انك تعترف انك غلطان، مش ان انت تحاول تتمادى في الغلط بغلط اكبر وتقول ان احنا مش غلطانين في حاجه ونتضامن مع مجلس الاداره او نتضامن مع الجماهير اللي اكيد دايما بتبقى متحيزه لفريقها ومتعاطفه مع فريقها، وده شيء طبيعي جدا في العالم كله، لكن موقف اكيد للتاريخ اتعلم منه ابناء النادي الاهلي، ومبدا
وقيمة كبيرة جدا وقرار تاريخي جدا جدا يسرد في تاريخ النادي الأهلي وقيم بيمشي من خلالها النادي الأهلي مجالس إدارة النادي الأهلي على مدار التاريخ. أستاذ سعيد، بص يا أمير، قيم النادي الأهلي أو قيم الإدارة السليمة لا صنعها مواقف مثل هذا الموقف طبعا. يعني النادي الأهلي ما تعملش قيمته الكبيرة في تاريخ الرياضة المصرية والنبلاء إلا من خلال نبلاء أو من خلال رموز زي صالح سليم وزي مختار التتش وآخرين والفريق مرتجي والكابتن عبد الصالح الوحش، يعني السلسلة الطويلة دي حماية أو حراسة هذه القيم أو هذه المبادئ وتكريسها والدفاع عنها لآخر لحظة حتى لو على نفسه. صح. القائد الناجح يبدأ بنفسه. صح. صالح سليم كان نموذج للقائد الناجح لو دايما يبدأ بنفسه عشان ما يتناقضش مع نفسه. يعني لما ياخد قرار بادئ بنفسه دايما. احنا كأهلي بدام بنعترض على كده لا نبدأ بنصحح من نفسنا اولا. هنا كان واحد من المواقف اللي اتضرب بها مثل ونموذج يعني كيف تكون الإدارة الصحيحة. هو كان ما عندوش أي مانع إن هو يتمسك بموقفه إذا كان شايف إنه على صواب حتى إنه يسيب مركزه يسيب مكانه يسيب منصبه بس لا يتخلى عن الصواب. طبعا ساب مجلس خرج من اجتماع مجلس الإدارة بعد ما ضرب القنبلة دي قال لهم مش عايزين نضحك على نفسنا مش عايزين نمشي وراء جمهور عاطفي جمهور كذا كذا بنمشيش وراء جمهور يعني نمشي بنعمل القيم بنعمل الصح والخطأ احنا الغلطانين الديبة مش غلط الحكم مش غلطان ولا الفريق الاخر غلطان لا احنا الغلطانين ويجب ان احنا نواجه انفسنا باخطاء. طبعا كان الماتش ده بعديها نيابة بتحقق لان في خسائر كبيرة جدا دي من العلامات او المواقف اللي صنعت. هل كان في هجوم في التوقيت ده على الكابتن الديبة لميوله الزملكاويه زي ما هو معروف يعني جمهور الاهلي كله كان بيهاجم الديبة وفضل سنوات لدرجه ان الديبة اعتزل يعني ده واحد من الماتشات اللي خلت الديبة بعد كده ما استمرش كتير في التحكيم. الديبة كان زميلنا كان يعني كان زميلي في جريده الجمهوريه كان ناقد في جريده الجمهوريه واتكلم معايا واتكلمنا هو على فكره من يعني واحد من النبلاء في الكره المصريه شخصيه محترمه جدا وحكم وكان الراجل كوريكت وفي شويه من صالح ومن الرموز دي يعني اونست كوريكت يعني الحاجات الجميله دي اللي في الشخصيات الرياضيه دي لكن انا بقول لك ده واحد من الماتشات اللي ممكن تخرج منها يعني من الاحداث اللي تخرج منها بدروس كثيره جدا. اولا مش لمجرد ان الزمالك يعني المنافس بتاعي فانتهز بقى فرصه فاجيب واحمل عليه وهو الغلطان لا احنا نصحح انفسنا احنا الغلطانين وده كان صالح سليم والموقف ده من المواقف اللي خلت رموز الزمالك يحبوه جدا يعني خلت كابتن محمد حسن حلمي مثلا يعني كرمز نور الدالي حنفي بسطان كانوا بيحبوه بيحترموه جدا لدرجه ان هو لما نجح في الانتخابات سنه 80 كرئيس نادي اتصل بيه كابتن محمد حسن حلمي عشان قال له عايزين نحدد ميعاد عشان نيجي نهنيكم انا ومجلس الاداره فالكابتن صالح قال له لا يعني انا هاجي لك بنفسي ما ينفعش انت انا حاجي فعلا. كابتن صالح كان بيحترمه جدا وكابتن صالح بعديها فعلا راح له في الزمالك يعني لانه كان حلمي كان برضه رمز من الرموز الكبيره طبعاً في نادي الزمالك أكيد. حلمي ده واحد من الناس اللي بنوا نادي الزمالك في اواخر الخمسينات والستينات وبعدين اكتر واحد ادى لنادي الزمالك كسكرتير عام للنادي وبعدين مدير متفرغ للنادي وبعدين رئيس مجلس اداره وسنين كتير اكتر من 45 سنه بيدي الزمالك فصالح سليم كان يعني كان بيقدره جدا على دوره ده وعلى روحه الرياضيه برضه فده موقف يعني دي مواقف. اتنين بقى كان في مثلا في الاجيال القديمه يعني بكل اسف
احنا بنرجع لورا فبنشوف حاجات كتيره جدا سحبت وتراجعت زي روح رياضيه اللي هي يعني سبورتنج سبيريتس قلت بدات تقل شويه. في هقول لك في سنه 80 النادي الاهلي افتكر يكرم 7 من رموز المهمين اللي رموز جيل الستينات الخمسينات والستينات اللي هو صالح سليم ورفعت الفناجيلي وطه اسماعيل والشربيني وعادل هيكل والجهري طبعا دول ما تكرموش لان جت نكسه يونيو في 67 كسرت في 4 سنين من غير الكوره وبعد كده سنه الدوري وقف فيها فاتظلموا الحقيقه. فالاهلي فكر ان هم ان هو يكرمهم سنه 80 فماتش اعتزال. انا معايا كتاب كان اصدره كابتن عبد المجيد نعمان اسمه صالح سليم والسته الكبار واخد بالك. الكتاب ده كتاب مهم جدا جدا. ده اصدر سنه 80 بقى 39 سنه تقريبا. طب بالظبط 39 سنه. هذا الكتاب كابتن نعمان جاب فيه 7 من الشخصيات الرياضيه تكتب عن ال7 دول. فكان من ال7 دول 3 زملكاويه. 3 من نادي الزمالك. 3 زملكاويه بيكتبوا في كتاب. 3 شاركوا في هذا الكتاب. في كتاب تاريخي خاص بالنادي الاهلي. النادي الاهلي الكتاب خاص بالنادي الاهلي. بس جايب 3 من الرموز المهمين جدا للزمالك. يعني ده يدل على مدى الاحترام الكبير جدا المتبادل بين الناديين. مش اهلي وزمالك طبعا. لا المساله مش اهلي وزمالك. فجاب خصوصا لما تكون بترصد واقع او احداث حقيقيه حصلت يعني في خلال التاريخ على مدار مباريات الاهلي والزمالك. طبعا ده كتاب وثيقه مهمه جدا. الثلاثة هو في 2 زملكاوية ده الكتاب طبعا معانا على الهواء طبعا زي ده هنا ادي الكابتن حمادة امام كاتب فيه عن صالح سليم. كابتن حمادة امام طبعا النجم الكبير وتاريخ نادي الزمالك شارك في الكتاب ده. النجم الاسطوري طبعا ده اسطوري اكيد شارك في الكتاب ده. فكاتب كاتب مقال هنا يعني كاتب مقال عدة صفحات عن صالح ورفعت والشربيني وكده. وكابتن حنيفة بسطان طبعا ده رمز كبير جدا وده واحد من لعيبه مصر الاسطوريين يعني. نجم الزمالك في الاربعينات والخمسينات. اعتزل هو في اواخر الخمسينات انما كان حاجه كبيره. الثالث الديبه كان ميوله شويه زملكاويه. ميوله زملكاويه يعني كان ميوله لانه كان بينفي يعني كان بينفي الكلام ده لكن احنا كنا بنحس ان هو يعني زملكاوي الميول. ومع ذلك كابتن نعمان جابه. كابتن نعمان جابه كتب على الرغم من ان جمهور الاهلي كله فضل لعدة سنوات بيعتبر ده يعني رمز من رموز اعداء النادي الاهلي بسبب المباراه طبعا بسبب المباراه دي. ومع ذلك كابتن نعمان لان راجل برضه كوريكت وفير وكده جابه يكتب لان هو بيكتب كويس كاتب كويس وعارف ان هو اساسا شخصيه يعني شخصيه مهمه جدا. ففي الكتاب ده مثلا هنلاقي حاجه ما يعني بعد كده بدات تختفي. حماده امام بيقول في الكتاب ان انا كنت بروح اتفرج على صالح سليم في النادي الاهلي لان بيتنا كان قريب من النادي الاهلي بتفرج عليه لان شايف ان شيء عظيم جدا فلازم اروح اتفرج عليه في التمرين. وقايل فيه حماده امام قايل ان كان اقرب اصدقائي في النادي الاهلي كان عادل هيكل والشربيني. فكان كل في يعني في اجازاته او في الاوقات اللي فيها فراغ وكلام من ده دول الثلاثه اللي كانوا يتجمعوا مع بعض ويخرجوا سوا ويروحوا سوا ويجوا سوا. ادي رموز اهلي وزمالك. وكان معاهم الشاذلي ومصطفى رياض ترسانه وانا الحقيقه كنت بشوف كابتن حماده كتير في النادي الاهلي فده الكلام ده مكتوب. وكاتب عن صالح سليم قال يعني انا كنت بسمع عن صالح كتير جدا كنت بروح اتفرج عليه ومعجب بيه لكن جه الوقت ان انا يعني كنت سعيد جدا ان انا بقى وهو فريق واحد. ايه الفريق الواحد ده؟ الماتش بتاع منتخب الاهلي والزمالك مع توتنهام سنه 66 فاتعمل معسكر فيه الاهلي والزمالك تمام. فقرب حماده امام من صالح سليم قال لك دي كانت يعني حاجه من اجمل ايام حياتي ان انا شفت فيه يعني حاجات كتير جدا عظيم. حنفي بسطان نفسه قال الكلام ده وقاله لي وكتبه قبل كده
دي لقطات من المباراه. ده كده منتخب الاهلي والزمالك امام فريق توتنهام الانجليزي. توتنهام كان بطل بريطانيا، بطل الدوري الانجليزي بريمير ليج، وكان بطل اوروبا وكده. وانتهى الماتش ده 7-3، وجاب فيه كابتن طه اسماعيل جونين. ادي جون للكابتن طه. 7-3 لمين؟ ايه 7-3 ليهم هم. ليهم. جاب فيه الاهداف مين؟ طه اسماعيل، كابتن طه اسماعيل جاب جونين. وجاب جون جاب كابتن حماده امام جون. وجون ماكر جدا اللي جابه حماده امام حقيقه. لو معانا طبعا يا ريت نشوفه. هنشوفه دلوقتي. لا هو كان قيمه كبيره. وبعدين طبعا وبعدين في الماتش ده ملخص للمباراه كلها يعني. في الماتش ده صالح سليم جاي شايط شوطه من حوالي 35-40 يارده برجله الشمال، ضربت في بطن العارضه ونزلت على الخط او جوه. نزلت على الخط، الكره نزلت على الخط تقريبا جوه الجول وخرجت بره. تمام. الجون ده اللي جابه حماده امام ده الحقيقه من الاجوان يعني الاجوان الجميله جدا الغريبه جدا. شوف الكره جات له. وبعدين على طول لطشها. طبعا لطشها هو ظهره للجون. والجون غير متوقع اطلاقا، ولا الباك اللي هو اللي كان في ظهره راح غمزها بشماله لطشها كده بوش رجله. والجون وقف يتفرج. غير متوقع اطلاقا. طبعا حماده كان لعيب، كبير طبعا يعني. ورمز كبير من رموز نادي الزمالك في الحقيقه. انا نفسي يجيبه هنا برضه. في صالح سليم، كابتن صالح بيشوط الشوطه اللي شاطها، بيشوط كوره بشماله. ده كان فريق جامد قوي، كان فيه جريفز دي الاهداف بس جريفز ومكاي وكلام من نجوم توتنهام. مكاي ده جه بعد كده درب في الزمالك في بدايه التسعينات، وكان المساعد بتاعه فاروق جعفر. طبعا يعني هي مباراه كبيره جدا وتاريخيه، ومنتخب اهلي وزمالك، وده يعني يعكس مدى العلاقه الطيبه اللي كانت متواجده في هذا التوقيت ما بين لاعبي الاهلي كان والزمالك. كان دايما يعني بقى الاثنين بقى يواجهوا بقى الفرق الكبيره الاوروبيه. ما كانتش اول مره، كان اول مره كان الاهلي والزمالك. بص ده الجون بتاع كابتن طه اسماعيل. نجم كبير طبعا. كان حاجه جميله جدا لكابتن طه، كان لعيب ويلف بشماله ويلف بيمينه، هنا حاططها بشماله. وقعت كملها تاني بيمينه. كملها بيمينه. الجول ما قدرش يمسكها. ما قدرش يمسكها من قوتها، كان شويط الكابتن طه، كان يعمل الكره الموزه. يعني في الحقيقه لقطات هامه جدا من مباراه الاهلي والزمالك ضد توتنهام الانجليزي، بطل الدوري الانجليزي في هذا التوقيت. الـ يعني الـ الشوطه بتاعت كابتن صالح سليم اللي خبط في سقف العارضه. ده الاهداف بس للاسف اللي معانا في بطن العارضه. لا هي موجوده على فكره في فيديو للثلاث اهداف بس. تمام. نحاول نجيبها لو موجوده معانا يا جماعه نحاول. اثارت جدل كبير جدا انا فاكر ايامها. ان كان الحكم الكابتن علي قنديل الله يرحمه. الله يرحمه. عميد علي قنديل كان حكم كويس جدا، وحكم في كاس العالم سنه 66 في لندن. تمام. الجمهور هاج لان الكره دخلت، شاف الكره عدت تجاوزت الخط. وحصل جدل كبير بقى بعديها، والكابتن علي قنديل في التلفزيون بالليل قال لا الكره لو دخلت بعد الخط كانت يعني هندسيا كده نزلت كده فلازم ترد جوه الجول. ورد عليه بقى ناس تانيين قال لك لا ده هي عملت سكرو لما اتضربت فلازم هترد بره الجول. بالعكس. وكده ده من الحاجات ده من الماتشات المهمه جدا اللي كان فيها اهلي وزمالك طبعا. دي من ضمن الجوانب الايجابيه اللي كانت ما بين الاهلي والزمالك، وتحديد لاعبي الاهلي والزمالك في مباراه زي دي طبعا امام فريق توتنهام الانجليزي. عايز اتكلم عن التعصب يا استاذ سعيد. وازاي النادي الاهلي واجه هذا التعصب اللي كان متواجد لفترات طويله ما بين جمهور الفرقتين؟ ايه الخطوات اللي عملها النادي الاهلي على مدار التاريخ سابقا؟ الروح الرياضيه يعني كانت هي الهدف باستمرار، او كانت هي الجايد باستمرار، وده الدافع باستمرار لل يعني ده الطريق اللي ماشي فيه النادي الاهلي.
الاخلاق. هو التعصب معلش الاخلاق قبل البطوله. طيب التعصب ابتدى ازاي اصلا ما بين الاهلي والزمالك؟ هل كان بانتقال كابتن حسين حجازي لاعب النادي الاهلي السابق لنادي الزمالك ده كان بدايه التعصب ما بين الفرقتين والجمهورين بشكل عام؟ لا هو التعصب ده يعني التعصب ده انت ما تقدرش تعمم الحكايه. هيبقى في جزء من الجمهور دايما مش في مش اهلي وزمالك بس، برشلونه وريال مدريد، كان زمان مانشستر يونايتد وليفربول في طبعاً بريطانيا. طبعا ده شيء طبيعي. فالتعصب ده موجود، ما تقدرش تعممه، ما تقدرش تظهر حقيقة. تدي له اسباب معينه يعني. لا حكم عام على كل الناس. في فئه من الجمهور بتبقى متحمسه جدا. ودي بتبقى فيها قليله اللي بتعمل الشغب. وفيها اكبر شويه حماسها بيبقى اقل شويه فما بيتحولش لعمل عدائي لعمل عدوان، لكن الفئه القليله المتعصبه جدا بيتحول حبهم ده لعمل عدائي رفض الاخر، وده يتوقف على الثقافه يعني الثقافه تبقى محدوده شويه. بعد كده السواد الاعظم بيبقى لا ما بيبقاش كده، فده موجود في كل وقت. الاهلي ما عملش حاجه عشان يوقف التعصب. الاهلي قيم يعني قيم الاهلي نفسها وقيم الرياضه نفسها وقيم الرياضه برضه في الزمالك اللي صنعها اكيد برضه رموز زملكاويه كبار يعني على مر التاريخ، هي دي اللي دايما كانت بتحفظ او كانت الحاضنه للتعصب. اللعيبه تموت بعض في الملعب يعني يموتوا في الملعب عشان الفوز، انتهى الماتش اصدقاء. وكان ده موجود في كل جيل يعني في الجيل بتاع صالح ورفعت فنجيلي وطه اسماعيل وشربيني كانوا بيروحوا يصرفوا في الزمالك وماتش الاهلي والزمالك يعني يروحوا يقعدوا هناك، صالح سليم يعزمهم في الاهلي او يعزمهم في نادي الجزيره يعزم اصدقائه يعني. وكان اصدقائه مين بقى؟ نبيل نصير، عبد نصحي، علي محسن، عصام بهيج، كل الرموز دي، ويحضر بقى عادل هيكل وطارق سليم يعني ثلاثة أربعة من الصداقات دي. أنا فاكر مرة كان رأفت عطية، كابتن رأفت عطية كان متوسط دفاع الزمالك، قلب دفاع يعني الزمالك، في ماتش ماتشات بيعمل دبل كيك فما سندش بايده، والمفروض ما بيطلع يعمل دبل كيك لازم يعمل حسابه يقع صح يعني يقع صح والا ينزل على رقبته، هو ما عملهاش صح فوقع على رقبته، فالدنيا اتقلبت وكانت يعني كان يعني خد حادث، كانت حادثه مأساوية في ماتش اتنقل المستشفى وكلام من ده. اول ناس راحوا له في المستشفى كان صالح سليم وعادل هيكل وطارق سليم ومش عارف كان اربعه خمسه عنده في المستشفى قبل يعني قبل ما يروح لعيبه من انديه اخرى او حتى من الزمالك. دي العلاقات كانت بينهم علاقات قويه جدا. يعني العلاقه بين الاهلي والزمالك فيها تراجيديا وفيها دراما جامده جدا، والدراما ممكن توصل للحظه استراتيجيه فيها تراجيديا فيها تراجيدي، واخد بالك، من علاقه اثنين من اهم رموز الاهلي والزمالك. هم مين بقى؟ كابتن حنيف البسطان اللي انا قلت لك قبل كده كان نجم يعني كابتن منتخب مصر ونجم الزمالك، كان متوسط دفاع الزمالك، والكابتن محمد الجندي برضه هداف النادي الاهلي وهداف منتخب مصر في الاربعينات، اعتزل سنه 55. حنيف البسطان اعتزل 58 او 59 تقريبا، الفرق بينهم كان 3 سنين، بس الاثنين دول كانوا اصدقاء جدا جدا. كان بيضرب المثل بصداقتهم، ده رمز اهلي وده رمز زمالك، وكان لا يفترقان. يعني كانوا عاملين زي التوأم، لو في معسكر المنتخب الاثنين في اوضه واحده، يرجع المعسكر رجعوا مصر الاثنين مع بعض رايحين جايين مع بعض. وكان بيتضرب بيهم المثل ده نجم ده رمز وده رمز. التراجيديا بقى وصلت لدرجه ايه؟ واحد فيهم مات لما عرف ان التاني مات بعديه ب 12 ساعة. للدرجة دي. للدرجة دي. يوم 13 نوفمبر 95 توفى الكابتن محمد الجندي الساعة 8 بالليل. لاعب النادي الأهلي في هذا التوقيت. حنفي بصام مروح فجايب الجرايد بتاعت بالليل فلقى الخبر وصل بالليل قعد على السرير لقى
توأم عمره صورته وكلام من ده حط دماغه على المخده ما صحيش بصحوه الصبح لقوه متوفي وجورنال مفتوح على صوره صديقه الجندي محمد الجندي. دي اللحظات اللي فيها تراجيديا واخد بالك. في بقى لحظه مؤثره جدا يعني لحظه مؤثره اكيد بشكل كبير ويعني هذه الدرجه العلاقه ما بين نجمين كبار جدا سواء في الاهلي او الزمالك مدى الارتباط ما بينهم ادى كمان للارتباط حتى في الوفاة طبعا ربنا ارتباط ارتباط روحاني وكانت يعني قصة صداقتهم كانت مضرب الامثال في في اجيالهم يعني. فدي مثلا لحظة واحد يعني واحد توفى او غادر الدنيا حزنا على يعني كابتن الاهلي حزنا على كابتن الزمالك يعني تقدر تحط عناوين كتير للحكاية دي يعني. ايه ده؟ ايه العمق ده؟ ايه الروح الجميلة دي؟ ايه العلاقة الجميلة دي؟ ايه التسامح ده؟ ايه الحب ده؟ طبعا ده قل بقى دلوقتي ويعني ما عادش موجود. في بعض الصداقات ما بين لعيبه النادي الاهلي والزمالك بس مش بالطريقه دي او مش بالكلام اللي احنا بنحكي او اللي حضرتك بتحكي بيه ده يعني. لا لا طبعا في صداقات من بعض اللاعبين ممكن بعض الاخر ما يكونش في صداقات وده شيء عادي وطبيعي يعني. هو في مستجد جد يعني مستجد على الكره المصريه بشكل عام هو الاحتراف. تمام. وقيم دخلت المجتمع القيم المادة ويعني القيم المادية بدأت تطرد شوية القيم المعنوية أو الحاجات المعنوية ده حصل في المجتمع بتاعنا خلال 30 سنة اللي فاتوا. تمام. فقلت المعنويات قوي مقابل الماديات فلما بتقل المعنويات دي أو الأشياء الجميلة دي خاصة في الرياضة اتعملت عشان يعني نشر التسامح والروح الرياضيه والكلام ده فلما بيقل ده بيظهر بقى جانب تاني وحش قوي اللي هو هستفيد ايه وهاخد ايه وهكسب كام وكل حاجه تحسب بالفلوس وكده فبتقل شويه الحكايه دي. احنا محتاجين في الرياضه ان احنا الرياضه تبقى حاميه للمجتمع او تحمي المجتمع ضد هجوم القيم اللا رياضيه او القيم النفعيه لان القيم يعني غزو القيم النفعيه للمجتمع ده مش يعني ده خطر جدا مش على الرياضه بس على المجتمع كله. اكيد. لكن عندك لو ما تكون الرياضه هي الحاضنه او هي الحاميه للقيم الاجتماعيه لا هيتحول لشيء نبيل جدا مش هيبقى فيه تسامح ديني وتسامح سياسي وتسامح اجتماعي وتسامح بين الناس لان الرياضه بتدعو لكده. الرياضه التسامح والتواصل ما بين الناس وما بين الشعوب بشكل عام يعني ده من ضمن الاهداف الرئيسيه والاساسيه الرياضه اهم واكبر حركه تسامح في التاريخ يعني منذ 100 سنة ظهر ايديولوجيات سياسية وظهر الحركات وظهر الشيوعية وظهرت النازية وظهرت مش عارف كل ده سقط لكن الاولمبيزم هي اللي استمرت وهي القاسم المشترك او الجامع لكل الثقافات في العالم اللي ما فيش حد يختلف عليها. انت ما تقول فلان ده عنده روح رياضية فده شيء جميل جدا. الرؤساء الامريكيين حتى السياسيين يحاول بقدر الامكان يبدو ان هو روحه رياضيه. كل رئيس امريكي كان بيجي يقول لك انا لعبت في مدرسه كذا وينزل صور وبتاع ده كان جزء مهم جدا في الدعايه. ده لعب كوره ده لعب رياضه اذا هو ايه حاجه ايجابيه بالنسبه له. سبورتنج سبيريت او سبورتسمان شيب او كده يعني ده راجل عنده روح رياضيه بقى ده. اوباما كان حريص ان هو ياخد صور او ياخد لقطات فيديو وهو بيلعب باسكت بول وكلام من ده ويروح للفرقه. بعض رؤساء العالم دلوقتي بيعملوا كده. بوتين اعتقد رئيس روسيا برضو بيمارس الرياضه وبيلعب جودو يعني اكيد جزء من مهمه بيمارس الرياضه مهمه أكيد. جزء من شخصيته يعني من شخصيه البطل من شخصيه الحاكم او شخصيه الحاكم يعني السياسيين بشكل عام لما يكون بيحب الرياضه او الرياضه فده بتدي له ايمج عالي جدا. سنة في الأربعينات كان في ماتش بين الأهلي والزمالك ودي قصة برضه طريفة يعني. إيجابية ولا كانت سلبية؟ لا يعني بيقول لك لأي مدى الرياضة في الخط اللي أنا في السياق اللي أنا بقول لك عليه دي مؤثرة في الشخصية يعني أو في رسم الإيمج لأي شخصية يعني أي شخصية سياسية أو غير سياسية. كان الأهلي والزمالك وعلى كأس ملك فاروق وكان هو حاضر والزمالك اتقدم بجول. اللي حاضر في المقصورة كان حيدر باشا كان رئيس نادي الزمالك ورئيس اتحاد الكورة وكان من النادي الأهلي كان
احمد حسينين باشا رئيس ورئيس الديوان الملكي وهو اللي كان معلم بتاع الملك فاروق، وكان فؤاد باشا سراج الدين كان موجود. فالزمالك جاب جون فجلاله الملك فاروق كان بيحب يدعبهم يعني وكده، فبص له كده وضحك يعني غلبناك. قال له لا لسه جلاله الملك لسه الماتش مخلص، لا احنا هنروح احنا كسبانين لا هنكسبكم. فالملك يعني ايه غضب، فبص لفؤاد سراج الدين قال له يا باشا، قال له عجبك الرد ده؟ قال له ففؤاد رد عليه قال له من كرم، هو كان رئيس حزب الوفد، كان رئيس حزب الوفد الكبار في تاريخ النادي الاهلي، كان ايامها طبعا سياسي كبير وكان ايامها وكيل النادي الاهلي. قال له جلاله الملك يعني احنا انت عارف النادي الاهلي بيكرم ضيفه، ومن اكرام الضيف ان هو يكون عنده ايثار، ومن الايثار انك تغلبونا هنا عشان جلالتك ما تروحش زعلان عشان انت ما تروح. فالملك بص لاحمد حسين باشا وقال له اتعلم هاو تو بي بوليتيشن، يعني ازاي تبقى سياسي او بوليتيشن بيرسون حاجه زي كده اللي قاله بالانجليزي يعني. اللي كان حاضر في الموقف ده فكري باشا اباظ وحكى يعني حكى القصه دي. هنا الرياضه حتى بتعمل مناخ احيانا تخفف حده يعني التوتر، بيحصل فيها مناوشات وبيحصل فيها شيء طبيعي، بيحصل فيها مناوشات وهات شد وجذب وطرائف وكلام من ده، لكن يفترض ان لا تخرج عن هذا الاطار يعني. ما تخرجش عن اطار ان هي منافسه شريفه ما تتحولش لصراع ولا تحول لعنف ولا كلام من ده، ولا ما تبقاش رياضه. احنا بنتكلم في حاجه ثانيه، احنا ايه زي ما يكون عربيه قطر اتحول من على القضيب بتاعه خرج من على القضبان، لا دي ما بقتش رياضه. لو ما فيهاش، لو احنا مش فاهمين ان الهدف من الرياضه، رياضه اخترعت او اتعملت كنظام اجتماعي او كسيستم اجتماعي، اتعملت عشان حكايه التسامح وحكايه الروح الرياضيه اللي هو ضد عكس بقى عكس التطرف وعكس الارهاب وعكس التعصب الديني والسياسي وكله. كويس. فلا بد ان يكون ده دايما قدامنا يعني، ده هدف قدامنا، والمنوط بده دايما القاده المسؤولين. القاده بقى طبعا. القاده بقى كابتن الفريق، رئيس نادي رئيس اتحاد، عضو مجلس اداره، اللي ما المنوط بمهمه قياديه طبعا في اي مجال هو منوط بحمايه، هم اللي عليهم الدور الاكبر في نبذ التعصب ما بين الجماهير، بتحديد رؤساء الانديه. ممكن رئيس اتحاد الكره بس ما يبقاش ليه دور كبير جدا، لكن بالتحديد رؤساء انديه الاهلي والزمالك لازم يكون ليهم دور كبير جدا. وفي الحقيقه النادي الاهلي بيقوم بالدور ده بشكل جيد، فلازم يكون ليهم دور كبير في نبذ التعصب. اتحاد الكره لا، الاتحاد برضه جزء من مهمته. طبعا اكيد جزء من مهمه اتحاد الكوره حمايه يعني محاربه التعصب ونشر قيم الروح الرياضيه. جزء من مهمه اي رئيس اتحاد يعني، جزء من مهمه اي رياضي ان هو يعني يتصرف او يحط سياسات بما يتفق مع المعايير الاولمبيه او مع الميثاق الاولمبيك تشارتر او مع الاولمبيك برينسيبلز المبادئ الاولمبيه. خرج عنها يبقى هو ما يبقومش بمهمته. طيب. احنا بس ناسيين الحكايه، مش مهمته بس ان هو يجمع فلوس، ان هو يعمل بيزن، ان الاتحاد ده يبقى يعني يبقى مؤسسه استثماريه. اوكي كويس ان هو يبقى مؤسسه استثماريه في ظل يعني في ظل الاحتراف وكده. لابد ان يبحثوا عن تمويل ويستثمر النشاط الكروي، وانه بتبقى مؤسسه اقتصاديه لحد ما، بس ما ينساش ان ده كل ده في اطار في مظله. صح. وهي المظله الرياضيه اللي هي الروح الرياضيه، المفروض ما نخرجش عنها، او المفروض دايما انه مهمته كاتحاد او مسؤوليته كاتحاد ان انا اكرسها، لما اشوف حاجه ضدها او عكسها لازم احاربها. صح. لان الاتحاد ده هو يعني هو يعني الجهه المشرفه على كل الانديه طبعا، على كل الانديه وعلى كره القدم يعني.
طيب هنواصل هذا الحديث الشيق والممتع في الحقيقة مع أستاذ سعيد وهبة، واتكلمنا في بعض الجوانب التاريخية الهامة جدا بلقاءات القمة ما بين الأهلي والزمالك. لسه هنتكلم أكتر عن هذه الجوانب، وكمان هنتطرق بكل تأكيد للمباراة المقبلة ما بين الأهلي والزمالك، بس بعد الفاصل. مستمرين معاكم ومشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان في هذه الفقرة الحوارية المميزة والشيقة جدا في الحقيقة، طبعا مع أستاذنا الكبير أستاذ سعيد وهبة الكاتب الصحفي الكبير. نتكلم دايما أو على مدار الفقرة على العلاقات الإيجابية والسلبية كمان اللي كانت بتحصل في بعض الفترات ما بين الأهلي والزمالك، لكن احنا مايلين شوية للإيجابية أكتر لنبذ التعصب قبل كمان مباراة غاية في الأهمية ما بين الفرقتين إن شاء الله يوم السبت القادم. أستاذ سعيد، في جوانب اكيد اخرى، جوانب ايجابيه جدا، واحنا في الفصل كنا بنتكلم عن بعض هذه الجوانب، عايزين نحكي للجمهور عنها، وبالتحديد فيما يخص تواجد بعض رموز نادي الزمالك داخل النادي الاهلي، وايه المواقف اللي كانت بتحصل كمان قبل مباريات القمه ما بين الفرقتين. انا فاكر كابتن حارف الوصان وده كتبه قال ان كان يعني حارف الوصان كان واحد من اصدقاء المقربين جدا لكابتن صالح سليم وطارق سليم وعبد الوهاب سليم وعيلة سليم وعادل هيكل والشربيني والجيل ده، كان مرتبط بيهم جدا، كان بيحبهم جدا، وكان بيحط صالح سليم في منزله خاصه، وقال عنه في اكتر من حوار صحفي وحديث صحفي، وقال انا شخصيا وكده، قال ان صالح سليم الصوره بتاع الكابتن حنفي كابتن حنفي ده لعيب كان اسطوري اولا والله يا اعظم، يعني ربما واحد من اعظم قلب دفاع جه في تاريخ الكره المصريه، من عظماء اللي احتلوا هذا المركز، زي ابو حباجه كده، وزي يعني في اسماء اسماء كبيره جدا، سعيد ابو النور، يعني في، وطبعا وفيما بعد جمله لعيبه كتير طبعا. فحنفي بصان ده كان حاله جميله جدا، وكان يعتبر في يعني بالنسبه للاهلاويه حاجه كبيره، وطبعا بالنسبه للكويه هو الزملكاويه هو كان رمز من الرموز الكبيره. هو قال لي، انا قال لي صالح سليم ده هو اللي ادى الاحترام والكرامه للاعيب الكوره. كويس. قال قبل صالح سليم لا، الناس يعني ما كانش قوي لعيب كوره، يعني ايه لعيب كوره يعني حاجه زي كده. قال ظهور صالح سليم ادى عمل قيمه باحترام لنجم الكوره كيف يكون، وهو الحقيقه كان يعني كان نموذجي صالح سليم في ده. ده طبعا من نفس الكتاب اللي حضرتك كنت بتعرضه، كابتن حنفي بسطان اهو، ده المقال اللي كتبه اعتقد نفس الكتاب، كاتب عن العظماء السبعه. تمام. كاتب هنا في الكتاب ده بتاع الكابتن اللي عامله كابتن نعمان عن العظماء السبعه اللي هم صالح سليم ورفعت الفنجيل وطه اسماعيل وطارق سليم والشربيني وعادل هيكل. كويس. فده طبعا حاجه، انت بقى كان ممكن المناخ يعني كان مختلف، كان يحصل مثلا مناوشات ومداعبات حتى بين المسؤولين، يدعبوا بعض وينكتوا ويهزروا كلام، بس ما يخرجش عن اطار الهزار اطلاقا. يعني مثلا انا يعني مره مثلا حضرت، كنا في كان قبل ماتش الاهلي والزمالك كان بخمس ست ايام، وكنا قاعدين كده في الجنينه بتاعت النادي الاهلي وشله كده كبيره يعني، وبعدين جه كابتن لطيف، كابتن لطيف تعالى وبتاع يسلم ويهزر وبتاع، واخبارك ايه وعاملين ايه ولا وبتاع، قال له هو فسلم، انا ماشي اصراحه اتحاد الكوره، كان عنده اجتماع في اتحاد الكوره لما كان اعتقد كان عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره، فكمال بيه حافظ كان كده يتكلم ساعات بشكل جد يعني، يا كابتن لطيف قال له ايه؟ قال له انتوا معزوم عندنا يوم الجمعه بالليل هنا، شوف انت بتحب سمك ولا بتحب ولا نجيب لك رومي ولا نجيب لك ايه؟ قال له ليه خير يا كمال بيه؟ قال له ما احنا هنغلبكم الجمعه. فلطيف كان ذكي برضه، كان اجتماع وظريف، قال له تغلبونا؟ ده احنا حسن شحات وفاروق جعفر
وطه بصري والخواجه وعلي خليل وفلان وفلان، فحد من القاعدين قال له وحماده امام وعلي محسن وبتاع، فرد الكمال بيه حافظ قال له طب احنا ليه والخطيب هيلعب معاكم؟ ده احنا الخطيب ومصطفى عبده وصفت عبد الحليم وطاهر الشيخ وفلان وفلان، قعد يعدله بقى. فهو قعد يجيب لهم القديم يعني، والاخر خد بعضه ومشي قال له ده انا هتيجوا انتوا تعشوا عن يعني. كان المناخ كده، وساعات كنت تشوف كتير جدا برضه جورج سعد موجود في النادي الاهلي مع طلبه صقر، كان كبير مشجعين النادي الاهلي، والاثنين كانوا قيمه وقيم يعني. جورج سعد ده كان وكيل وزاره الماليه وكان محاسب كبير جدا وكان خبير مؤتمن وكده، برضه المستوى الثقافي كان مهم قوي يعني، كان يقعد يدعبوا بعض ويشاغبوا بعض وكده، بس ما فيش خروج عن يعني في اطار الروح الرياضيه المداعبات العاديه. طبعا متحمسين، ده متحمس نادي وده متحمس نادي، وكنت تشوفهم في المقصوره ده النحيادي وده النحيادي وينكتوا على بعض الاثنين، لا ده هيحصل ده، احنا ما فيش بقى الضرب وما فيش الكلام بقى اللي احنا اللي بنشوف اللي جه بعد كده بقى. الحقيقه وانا شايف ده جزء من مرض اجتماعي. زي ما قلت لك قبل كده، انا قريت مقال سنه 78-79 لتوفيق الحكيم. تمام. توفيق الحكيم طبعا يعني معلش هقولها بسرعه، كان بيحذر المقال تحذيري ان في هجوم او في غزو قيم المجتمع المصري. وكان عنوان المقال دعوه لاعاده ترسيم القيم في المجتمع المصري، اعاده ترسيم يعني عمل حدود بين القيم وكده. وكان بيتكلم على فكره او حته ان القيم بقت نفعيه قوي، براجماتيه قوي، والقيم الروحيه او القيم التسامح والسلام والكلام ده كله بدا يتراجع قدام غزو الماده وغزو افكار جديده جت من يعني من بعض الدول المتخلفه، واخد بالك، ويعني في غزو قيم حصل المجتمع، احنا محتاجين نصد، محتاجين نحدد بقى القيم دي. كان مقال في منتهى الاهميه. ما اعرفش لو كان توفيق الحكيم كان موجود النهارده كان يعني كان قال ايه، لان المساله فعلا فتحت قوي، بقت مش صعبه، بتبقى مش حلوه لما تكون الرياضه اللي هي عنوانها الروح الرياضيه او عنوانها التسامح والاخلاق والكلام ده كله. ادي الاهلي والزمالك كان على مر التاريخ برضه كان في رموز مهمه جدا للروح الرياضيه، اللعيبه يعني روح رياضيه وكده. كان حماده امام، مش حماده امام بس، حماده امام والده محمد يحيى الحريه امام وابنه حازم امام، وكان في علي محسن، كان في نبيل نصير، كان في رأفت عطية، نجوم كتير، كان في عصام بهيج، كان في طه بصري طبعا يعني. طيب واكيد اكيد منهم نهائي الاهلي والترسانه 1-0 جابوا اسامه يوسف. وكانت بعد سنوات عجاف، 3-4 سنين عجاف، كان الزمالك فيها فارق عن الاهلي في دوري، وكان الترسانه يعني فتره من 62 ل 65 دي كان حقبه الزمالك، والترسانه كان مستوى عالي جدا. انما هنا الاهلي خسر الدوري، الزمالك كسب الدوري، مجلس اداره الزمالك مجلس اداره الاهلي راح هنا نادي الزمالك في نفس السنه لما الاهلي كسب الكاس، فعلا مجلس اداره الزمالك جه هنا مجلس اداره النادي الاهلي. هي دايما العلاقات بتبقى قويه ما بين الناديين، حتى لو في فتره كده بيبقى في بعض التصريحات الغير مسؤوله اللي ممكن بتاثر على هذه العلاقات، لكن اكيد فتره وان شاء الله هتعدي. لكن الاهم جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي وكل جمهور نادي الزمالك، شجع فرقتك بمنتهى القوه، منتهى الحماس اللي في الدنيا، حب فرقتك براحتك جدا جدا وتحيز ليها بشكل كبير جدا، لكن الاهم انك ما تتخطاش حدود الرياضه واللياقه والروح الرياضيه ما بين الناديين او ما بين جمهور الناديين، دايما ما يبقاش في تجاوز، وده شيء مهم جدا. لكن في كل الاحوال ما فيش اهلاوي هيتمنى ان الزمالك يكسب وفي زملكاوي هيتمنى الاهلي يكسب، لا طبعا، كل واحد من جمهور الفرقتين لازم يشجع فرقته بمنتهى القوه ومنتهى الحماس، لكن في اطار محدود، وهو دون التطرق للمنافس الاخر ودون التعرض بالالفاظ للمنافس الاخر، لان في الاخر كلنا مصريين. وفي الاخر بالمناسبه
كلنا هنكون جنب بعض في بطوله الامم الافريقيه ان شاء الله، بنساند منتخبنا الوطني المصري اللي بندعي له طبعا وبنسنده بكل قوه بالفوز بهذا اللقب الافريقي اللي هيقام على الملاعب والاراضي المصريه. موقف اخر عايز اتكلم فيه مع حضرتك يا استاذ سعيد، وانا عايز استغل في الحقيقه تواجد حضرتك معانا قيمه كبيره، يعني الموقف الخاص بالكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن شحاته، ولما راحوا حيوا جمهور الناديين قبل المباراه مباشره وقبل اطلاق الحكم الاجنبي لصفاره بدايه المباراه، كيف عاشت الجماهير المصريه هذه اللحظات؟ هو في حاجه في يعني في احيانا حاجات رمزيه كده او تصرفات رمزيه، زي ما بقول لك يعني احيانا بتبقى نتيجته ايجابيه او نتيجته سلبيه. تمام. لو في لعيب اعترض على الحكم ده بيعمل نتيجه ما بيقدرش عواقبها. تمام. زي ما حصل في ماتش الاهلي والزمالك لما مروان شاور للجمهور عشان ينزلوا الملعب وكلام من ده كفيل ان هو ينزل مثلا 10-15 ألف متفرج الملعب ويفصل المباراه ويعمل شغب. على النقيض برضه يعني على النقيض من ده مثلا الكابتن محمود الخطيب مع الكابتن حسن شحاته، الجمهور كان اهي اللقطه معانا على الشاشه هنا حضرتك. الجمهور كان فخد الكابتن حسن شحاته معاه والاثنين دول كباتن كبار، لقطه تاريخيه طبعا. طبعا وخده معاه وراح للجمهور. ده هنا الاثنين ايديهم في ايدين بعض، هنا دي بقى الروح الرياضيه، ونجمين كبار سواء من الاهلي او الزمالك، يعني حاجه جامده جدا. كابتن محمود الخطيب يعني مش محتاج ان احنا نتكلم عنه، وكمان كابتن حسن شحاته مش محتاج ان احنا نتكلم عنه، نجوم كبار جدا في الكره المصريه وفي الاهلي والزمالك طبعا. طبعا يعني ده دي بقى رمزيه اللقطات دي، دي بتعمل اثر جميل جدا 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 في عشرات الالوف من المتفرجين. أكيد. يعني في حاجه كده يعني إيماءة رمزيه كده او حركه صغيره كده رمزيتها بتبقى دلالاتها بتبقى كبيره جدا وبتستمر مده كبيره جدا. ليه؟ بعض الجمهور المتعصب شويه، بعض الجمهور اللي وعيه قليل شويه، ما عنديش وعي كافي او كلام من ده، بتصور ان المساله خناقه وكلام من ده واللعيبه بتخطط تضرب بعض لا الكلام مش المساله مش كده خالص. الصورة دي مهمة قوي، ده كابتن محمود الخطيب بتيشيرت نادي الزمالك. بتيشيرت نادي الزمالك. ده كان في سنة كام ده يا استاذ سعيد؟ مش فاكر، بس هي كان في ماتش برضه من ماتشات اعتزال حد من اللعيبة اعتقد. ودي صورة ايضا اخرى للكابتن محمود الخطيب بتيشيرت نادي الزمالك. وهتلاقي في كابتن فاروق جعفر وحسن شحاته تيشيرت الاهلي. اهو كابتن فاروق جعفر تيشيرت الاهلي. اعتقد دي كانت ماتشات اعتزال اعتقد. بص مدى العلاقه القويه بين كابتن الخطيب وكابتن حسن شحاته واضحه جدا من خلال الصوره، يعني الاثنين كانوا من العلامات يعني طبعاً. النجوم الكبار جدا في السبعينات والثمانينات يعني. فانت احيانا الجمهور ما بقاش واعي او ما بقاش فاهم المساله، اللعيبه ما بتخانقش مع بعض، اللعيبه الاصدقاء زي ما سمعنا الكابتن ابو رجيله العلاقه كانت شكلها ايه زمان، كان نجوم الاهلي بيروحوا الزمالك وشافهم بنفسه طبعا. وانا سمعت الكلام ده طبعا من يعني من الكابتن عادل هيكل وكابتن صالح وكابتن طارق ياما حكى لي ازاي كان الصداقات بتربطهم بنجوم التنافس دايما يا استاذ سعيد. اعتقد حضرتك تتفق معايا في الموضوع ده، ان التنافس بيبقى في حدود الملعب بس، في النجيله بس، هو لكن بره كده بره الملعب ما فيش اي تنافس ما بينهم، وفي علاقات قويه. نفهم ونكرس الوعي ده. ده اللي بيحصل في اوروبا بالمناسبه عند جمهور. ده الفارق بين في مستوى الوعي. ده الفارق بين في المستوى الثقافي والحضاري. ما هو المساله هنا كل ما كان مستوى الوعي اقل كل كان مستوى التعصب اكبر. في الكوره، في الدين، في السياسه. لان انت العقل ده او الدماغ ده او الوعي ده عامل زي اناء كده او وعاء، لو كان كبير يبقى يستوعب، لو كان صغير لا بيتدلدل. فانت هنا المفروض وانس المباراه انتهت لازم افصل، لازم نفصل، لازم نفهم الحكايه دي. ونشوف ده في الدوري الاوروبي، يعني بنشوف ده في اوروبا ان الماتش ينتهي بيموتوا بعض، مش بيموتوا بعض يعني بيحاربوا عشان الانتصار. صح صح، ده طبيعي. لكن الفريق اللي اتغلب خلاص بيسلم وانتهت الماتش وفصل تماما. صحيح بيبقى زعلان داخليا، بس المعايير او قيم الروح الرياضيه بالظبط اللي هو بيفخر بيها ان هو يعني ان هو عنده روح رياضيه وكده لابد ان هو يصدرها صوره للناس ان انا لا يعني انا زعلان بس مفيش اي حاجه ويسلم وكلام من ده. احنا عايزين نكرس
الثقافه هذه دي. الثقافه بالمناسبه لانها مش مهمه بس في الرياضه بس يا امير، لا في كل المجالات، لا مهمه في البنيه الاجتماعيه، صح، يعني في البناء الاجتماعي مهمه في التكوين الشخص مكون الشخص، بناء الثقافي للمجتمع كمان، بناء الثقافي للمجتمع مكون الشخص لكل بني ادم يعني. لازم يبقى عنده قدر كبير جدا بالتسامح، قدر يكافح وكده، يتعلم ان هو يقع ويقف تاني، صح، هيواجه مشاكل في حياته، أكيد. يقع ويقف تاني، هو النصر والهزيمه كده، الحياه النصر والهزيمه يعني. لكن المهم زي ما بيتقال الرياضه، المهم ان انت ما تفقدش كفاحك، يعني بتفضل طول الوقت بتكافح من اجل الافضل، صح، ليك. هي الرياضه كده، والكفاح في اطار الملعب، في حدود الملعب بس، الكفاح بيبقى في حدود الملعب بس، بتحاول تحقق اهدافك في حدود الملعب، او حتى في حياتك بشكل عام بتحاول ان انت تحقق اهدافك دون التطرق لاي جوانب اخرى تخص اشخاص اخرين، وده سر من اسرار الشخصيات اللي بتبقى دايما ناجحه في مجالاتها. وفي موقف انا بس عايز اقوله، وهو خاص بالثلاث مباريات اللي كانوا ورا بعض بتوع ريال مدريد وبرشلونه. برشلونه كسبوا في الثلاث مباريات، بعد اخر مباراه اللي برشلونه كسبت فيها ايضا، سيرجيو راموس بعد المباراه طلع اتكلم عادي خالص، عمل انترفيو عادي جدا جدا، اتكلم قال هم كانوا احسن مننا وهم لعبوا بشكل كويس جدا، واتكلم بطريقه طبيعيه، لكن ما تجنبش الحديث اطلاقا سواء مع الصحافه او مع الاعلام. ودي من الحاجات اللي لفتت نظري، احنا عندنا هنا في مصر، انا كنت مراسل، لو مثلا فريق كان بيخسر مباراه صعب ان انت تروح تسجل مع لعيبته او مع الجهاز الفني بتاعه، الثقافه دي مش موجوده عندنا شويه. لا احنا ما احنا عايزين بقى نصلح بقى الديفو ده بقى فينا. يعني ده ديفو باين جدا في الثقافه بتاعتنا او الثقافه الرياضيه او في نشر الوعي الرياضي، محتاجين ده يعني، محتاجين ننشر قيم الرياضه لانها غير منتشره بكل اسف، المنتشر قدامنا اللي انت بتقول عليه ده. صح. امتى اللعيب او امتى نفهم ان ده مباراه رياضيه منافسه شريفه، ومجرد وانس ان هي تنتهي خلاص انتهى كل شيء، المهزوم يبهني الفائز، والفائز يطبطب على المهزوم، هارد لك وجود لك وكده، ولازم نتعود على ده. هي دي الرياضه. لان مفيش فائز طول الوقت، مفيش منتصر طول الوقت. طبعا. هي المساله ما هياش معادله صفريه، ماهياش يا موجود يا مش موجود، يا انت يعني انسفك وضيعك وبتاع. ما الثقافه دي اللي هي نفي الاخر، دي نتاج يعني تخلف اجتماعي او تخلف في الوعي، يعني ان انا عايز ادمر اللي قدامي، نفي الاخر مش موجود يعني. فالرياضه هي اللي بتصلح الحكايه دي يعني. اذا ما فهمناش قيم ومبادئ الرياضه ابتداء من يعني، نبدا نرجع تاني للاولمبيك برنسبلز والاولمبيك تشارتر والحاجات دي كلها وننشرها عشان نرفع وعي الناس، المسألة مش هتبقى مظبوطة. تمام. مسألة مهمة جدا اجتماعيا يعني. مع نهاية الفقرة ما ينفعش ان انا انهي حديثي مع حضرتك بدون التطرق للمباراة المقبلة بقى، بالتحديد سواء بما يحيط بهذه المباراة وبالتحديد فيما يخص الجوانب الفنية في أرضية الملعب ما بين الأهلي والزمالك. هتشوف المباراة ازاي او شايف المباراة دي ازاي ما بين فرقتين الاتنين بيتصارعوا بشكل كبير جدا على الوصول لصداره ترتيب جدول بطوله الدوري العام، فرق نقطتين لصالح نادي الزمالك، لو الاهلي كسب ان شاء الله يبقى فرق نقطه، المباراه شايفها ازاي؟ دي واحده من المباريات، وطبعا في القاعده اللي انت قلت من شويه ان يعني او يعني الكابتن ابو برجيل قال ان ما لهاش مقياس، يعني ماتشات الاهلي والزمالك هي نهائي كاس او ماتشات كاس بصرف النظر عن النقط. طبعا طبعا. هي بتبقى نهائي كوش. وما لهاش معايير وما لهاش توقعات، وكذب المدربون ولو صادفوا زي ما قال الكابتن ابو برجيل. لا يمكن حد يتنبأ بنتيجتها، خاصة ان الفرقتين يعني تقريبا في اعلى مستوياته. الزمالك انا ما شفتش الزمالك بالمستوى الكبير ده من فترة من فترة كبيرة، من سنين كبيرة، من أيام جيل حازم إمام وعبد الحليم علي وعبد الحليم الجيل ده، من 2004 تقريبا من 2004. يعني من حوالي 13 سنة تقريبا الزمالك ما كانش بالمستوى اللي شايفينه بالموسم ده. إيه ده؟ فرجاني ساسي، فريق كبير طبعا، فريق محترم وليه قاعدة جماهيرية كمان كبيرة جدا، ناس محترمة وطول الوقت يعني في كورة الحقيقة، كورة جيد، كورة ممتعة. الأهلي نفس الشيء، الأهلي مر بكبوة نتيجة تداخل المواسم والمباريات والإصابات والكلام ده. لا الأهلي في مرحلة دلوقتي يعني في مرحلة استعادة قوته الكاملة يعني بعد ما رجع مصابين وكده، فالأهلي في حالة عالية جدا، فالاثنين
في حاله عاليه. انا يعني اللي انا بتوقعه هنشوف ماتش حلو. تمام. يفترض المفروض نشوف ماتش على المستوى الماتشات الاوروبيه. لو ارضيه الملعب كويسه هنشوف ماتش لو الارضيه كويسه هنتفرج على ماتش كويس وهيبقى ماتش ممتع وهيبقى يعني ممكن يبقى بدايه جيده يعني او يبقى مؤشر جيد للامم الافريقيه ان شاء الله. او بدايه جيده في حكايه ان الجمهور يرجع ان شاء الله. ولازم مهم جدا ان اللعيبه تبقى واعيه لده. الجمهور لازم يرجع. صح. الجمهور مش هيرجع الا لو في علاقات يعني لو بان لو صدروا رسائل الروح المواده اللي بينهم. يعني انتهى الماتش او خلال الماتش لابد نحتفظ بروح رياضيه عاليه جدا عشان بعد كده نشجع او نحمس الدوله ان هي يعني يعني الهاجس الامني ده يعني يقل شويه شويه بحيث يبقى في الامن يطمئن لو في ماتش كوره مش هتحول لحاجه ثانيه. فده مهمه يعني مهمه النجوم اللعيبه قيادات الفريقين الاعلام بشكل عام لابد يخفض من حده التوتر. صح. ده ولابد ان يعي ان رسالته هي نشر القيم الروح الرياضيه. صح. نمرة واحد من واحد لعشرة هي دي رسالته. بعد كده حاجة تانية. أكيد. الفوز والهزيمة وردة مفيش مشكلة ان فريق يخسر فيه. ما لازم فريق يتهزم ولازم فريق يكسب وده حل الرياضة. ما هياش نهاية الدنيا. لازم الناس تعي ده ولازم نفهم الناس ده وده دور الإعلام ان الرياضة فوز مكسب وانتصار هزيمة وانتصار يعني كده وان الـ يعني كيف نستقبل مش الانتصار بقى كيف نتعامل مع الهزيمه دي مساله في منتهى الاهميه ولابد من نشر هذا المفهوم يعني انه مفهوم مهم جدا في زي ما قلت لك في عمليه البناء الاجتماعي والبناء الانساني والثقافي. استاذ سعيد وهب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. انا عن نفسي استمتعت جدا بالفقره دي لان انا دايما بميل للتاريخ في الحقيقه. فحضرتك يعني قلت لنا جوانب تاريخيه كبيره جدا خاصه بمباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. بشكرك امير جدا وبشكر يعني بشكر الاعداد وبشكرك على الاسئله المهمه اللي سالتها لي وبالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله نشوف ماتش كويس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا استاذ سعيد وهب الكاتب الصحفي الكبير كان ضيفنا في الفقره الاولى من حلقه الاهلي الليله النهارده. بعد الفاصل هتكون فقرة أخرى من خلال حلقة اليوم مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين واللي هستضيف فيها لاعب ونجم من نجوم النادي الأهلي السابقين وهو الكابتن عبد الله جلال. استنوه بعد الفاصل.